مشاهدينا في كل مكان، يا رب دايما تكون الايام بتاعتنا مشرقه، مش بس ايام العيد اللي تكون اكثر تفاؤلا، يا رب الايام كلها تكون مليانه بالتفاؤل والخير. تعالوا نشوف بقى اخبار حاله الجو النهارده ايه مع ضيفنا العزيز اللي دايما بيشرفنا بالتواصل معانا في ساعه صبحيه، دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد اهلا بيك وصباح الخير، وكل سنه وحضرتك بالف خير. اهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وشعب مصر دايما بخير، ومصرنا العزيزه دايما يا رب في تقدم ورخاء. يا رب. دكتور احمد طمنا على حاله الجو، وهل يعني في ايام عيد الاضحى ان شاء الله هتكون درجات الحراره معقوله ونقدر نستحمل الحراره بتاعتها؟ انا شايف ان احنا ان شاء الله في تحسن في الاحوال الجويه، انخفاض في درجات الحراره، ايضا في انخفاض في نسب الرطوبه. هذا الطقس مستمر معايا حتى بدايات ايام العيد ان شاء الله، حيث القاهره ستتراوح فيما بين من 34 الى 35 درجه، ونسب الرطوبه ايضا هتتراوح ما بين من 70 الى 80%، ودي تعتبر نسب جيده بالنسبه للصيف. وبالتالي لو حبيت اصف الطقس انه مائل للحراره على الساحل الشمالي ونادي البحر والقاهره ومدن القناه حتى شمال الصعيد، حار على الصعيد نهارا، لطيف لنا كافه الانحاء، هناك بعض السفن منخفضه متوسطه على الساحل الشمالي وعلى جنوب البلاد، بالنسبه لجنوب البلاد مصحوب بامطار خفيفه. ما زلت بحذر من الشبوره المائيه في الصباح الباكر على الساحل الشمالي ونادي البحر والقاهره والمدن القناه. طب يا دكتور احنا بنلاحظ شويه في المدن الساحليه ارتفاع شديد في نسبه الرطوبه، هل الارتفاع ده هيستمر خلال الايام اللي جايه؟ لا، يعني احنا في تحسن في نسب الرطوبه تدريجيا، فهيكون في يعني احسن من الاسابيع السابقه. طيب وحركه الرياح يا دكتور بالنسبه لتاثيرها على الموانئ والبحار؟ بالنسبه للبحر الابيض الرياح هناك خفيفه، وبالتالي قابله للبحر، قابل لقطع اعمال ملاحه. البحر الاحمر هناك نشاط للرياح، وده بيؤدي لاضطراب الملاحه البحريه في خليج السويس والبحر الاحمر. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معانا. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا ليك. يعني اتمنى ان شاء الله نبقى في تحسن في درجه الحراره. انا عارفه ان احنا في العيد مش بننزل كتير لان اللحمه بتبقى متقلنا كلنا، يا رب ان شاء الله تكون درجه الحراره معقوله وتخلينا فعلا نقدر لو قدرنا ان احنا ننزل يبقى في التزاور طبعا وزياره الاقارب، ده يمكن بيبقى اجمل شيء في العيد، ان احنا دايما بنوطد صله الرحم اللي نفسي انها مش بس تكون في الاعياد ولكن في كل ايام السنه. النهارده طبعا معانا اخبار كتير زي ما عودنا حضراتكم، بنبتدي دايما حلقتنا بفقرتنا الإخبارية. تعالوا نشوف أول أخبارنا، وأول خبر زي ما كلمتكم في البداية وطمنت حضراتكم عن الحملات المكثفة على المطاعم في عيد الأضحى، وده طبعا للتأكد من سلامة اللحوم. تعالوا نطمن أكتر من خلال الكلام اللي قاله الدكتور حسن الجعيني رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قال أن هناك حملات رقابية مكثفة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر قبل وبعد عيد الأضحى، وده طبعا لضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وده طبعا بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات، حرصا على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، والتأكيد أو التأكد من سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق. تعالوا نتأكد أكتر من الأخبار ونعرف قد إيه فعلا إن شاء الله أنه هيكون في رقابة، وزي ما قلت في البداية أن احنا لازم نراقب أنفسنا في شرائنا للحوم من المصدر الموثوق منه، يعني نتأكد من الجزار. حتى الناس اللي بتفكر انها تشتري أضحية لازم تعرف العلف او العليقة اللي كان بياكلها الخروف او اي ذبيحة، بنبتدي ان شاء الله ان احنا نفكر ان احنا نشتريها. تعالوا نشوف دكتور حسن الجعيني هيقول لنا ايه. دكتور حسن رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. دكتور حسن اهلا بيك وكل سنه وحضرتك بالف خير. انتوا طيبين يا اهل مصر. عايزين كلنا نشتغل عشان بلدنا تاخد خطوه لقدام. طبعا. احنا ادينا تعليمات لكل مديرات الطب البيطري على مستوى الجمهوريه بالتنسيق مع السيد مباحث التموين والرقابه التموينيه وتكثيف اعمال التفتيش على اللحوم، جنبا الى جنب الى الدور اللي بتقوم به الاداره العامه دي
التفتيش عليهم بالهيئه بالتنسيق مع مباحث تموين الوزاره. احنا لغايه امبارح تحديدا 28/8 خلال هذا الشهر فقط تم عمل 269 محضر باجمالي محاضر المضبوطات صالحه للاستهلاك الادمي 108 محضر، مضبوطات غير صالحه للاستهلاك الادمي 161 محضر. المضبوطات الصالحه للاستهلاك الادمي كانت بوزن 23 طن و688 كيلو، المضبوطات الغير صالحه للاستهلاك الادمي كانت بوزن 17 طن و276 كيلو. احنا بنعمل على مدار الساعه وبنقول لكل مواطن مصري حال وجود اي شكوى من عرض لحوم تعاون مع الدوله اتصل بينا على رقم 19561، الرقم الخاص بالخط الساخن للهيئه العامه للخدمات البيطريه 19561. عايزين تتعاون معانا وتبلغنا عن اي مخالف، وسواء بلغت او ما بلغتش احنا هنعمل على مدار الساعه حفاظا على الصحه العامه للمواطن المصري وحفاظا على البيئه المصريه. طب دكتور حسن انا بحييكم، ولسه كنت بشيد بالدور الكبير اللي بتقوموا بيه، وان قد ايه فعلا انتم بتعلنوا حاله الطوارئ في الوقت ده ومش بيبقى فيه اجازات، فانا بشكركم لانه فعلا انتم بتقوموا بجهد محمود جدا تستحقوا الشكر عليه. فبدايه اسمح لي اشكرك شكرا جزيلا على كل الجهود اللي بتقوموا بيها وبتحسسونا من خلالها طبعا بالامان التام تجاه اللحوم اللي احنا بنتناولها خلال العيد. انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا في البدايه يعني. عفوا يا فندم، عفوا يا فندم. دكتور حسن خلينا ندي للمواطن روشتة يعرف منين ان اللحوم دي سليمه وامنه، وهل التعامل لابد ان يكون مع منافذ وزاره الزراعه ومنافذ القوات المسلحه عشان يكون اكثر امانا، ولا نعمل ايه؟ بدايه انا بقول لكل مواطن مصري خط الامان الوحيد اللي ليك وانت بتشتري اللحوم انك تشتري اللحوم الموثقه، بمعنى اللحوم اللي عليها اختام المجازر. اختام المجازر ختم اما مثلث او مستطيل في حاله اللحوم البلديه بماده ذات لون احمر، المثلث في اللحوم الكبيره والمستطيل في اللحوم الصغيره، الختم الازرق اللامع البيضاوي في لحوم الخنزير، الختم المثلث بالماده ذات اللون البنفسجي او اللي بتميل اللون الاخضر في بعض الاوقات في صورة بصمة خاصة باللحوم المستوردة التي ذبحت في دولة المنشأ ولم تذبح في مصر، اللحوم المختومة بالختم السداسي خاصة باللحوم المستوردة وبمادة ذات لون بنفسجي إذا ذبحت داخل المجازر الحكومية أو المجازر الخاصة داخل مصر، ده اللي يقول لك اللحوم إذا كانت لحوم طازجة أو مجمدة. أما اللحوم إذا تم تعبئتها داخل كراتين وكانت مجمده لازم تتاكد من تاريخ الصلاحيه المثبت على الكرتونه، واحنا بنادي الدور ده حفاظا عليك بالتعاون مع مباحث التموين والرقابه التموينيه. اذا كانت معباه في صوره اطباق فويل عليها ستريتش او داخل كيس مغلف لازم يكون عليها البيانات اللي خاصه بالمنتج، عليها اسم الشركه والعنوان، القرار الوزاري المنظم لعمل هذه الشركه والموافقة على التعبئة والتجهيز من خلال وزارة التجارة والصناعة في مصر، وهي الجهة الوحيدة في مصر اللي لها الحق انها تدي الصفة بالتعبئة والتجهيز، والا خلاف ذلك يعد مخالفة للقرار 113 لسنة 94. عايزين نقول للمواطن لابد انك تبص على تاريخ الصلاحية الموجود على المنتج، انتاج ونهائي الصلاحية. طبعا كون وجود اسم المنتج واسم المكان وعنوانه ده بيدي فرصة للدولة والجهات الرقابية لتتبع المنتج حال وجود المخالفة. إذا كل واحد مننا نفذ ده تأكدوا إن منفذ الخطأ مش هيلاقي وسيلة لا للغش ولا للمخالفة على المواطن المصري. وإن كنت تملي بشجع للمواطن إن يروح للجهات الآمنة حال عرض وجود المنتج، سواء كان الجزار ذا السمعة الجيدة أو الجهة التي تمثل أمن وأمان للمواطن المصري. دكتور سريعا عشان بعض الشائعات، بس حضرتك ذكرت من خلال كلامك أن في 17 طن من اللحوم الفاسدة، صح كده؟
تم ضبطها بالفعل وتم تحرير المحاضر ضد المخالفين. 17 طن برضو ده مش رقم قليل، فبالتالي لازم اتاكد من حضرتك على هل فعلا في بعض الكميات الاخرى. فحص معملي باختبار البلمره بيتم فحص اللحوم والتاكد من وجود الفصيله الخيليه موجوده بها من عدمه. الدوله ممكنه علميا ومعمليا من فحص ده واكتشافه، وبيتم اتخاذ الاجراء اللي من شانه تنفيذ القانون 281 لسنه 94 الخاص بالغش والتدليس، والعقوبه فيه نافذه تمنع كل من سولت له نفسه. وان كنت بطمن المواطن اللي سعى في الاول لهذا الامر كان بغرض وصول لجلد بيتم بيعه باثمان باهظه وتصديره، لكن احنا خدنا اجراءات من شانها الحفاظ على المواطن المصري، فعملنا ضوابط في هذا الشأن خلت الكل يرتدي عن هذا الأمر. صحيح. اثنين، خدنا ما من شأنه التنسيق حتى مع المنافذ الجمركية من خلال الجهة الرقابية المحمودة اللي واجب على الشعب المصري كله يقول لها شكرا على الدور اللي بتأديه. أكيد. سلفا وفي الوقت الحالي بصورة أفضل مما كانت عليه بالأمس. بالتعاون مع الجهات الرقابية تم التواصل مع الجهات الخاصة بالجمارك بتنفيذ قرارات لكل من تسول له نفسه بتهريب جلود الحمير بتعريضه بالمخالفة. صحيح. دي محاضر يعرض بها من خلال على النيابة العامة. احنا بنقول ان احنا بنشتغل حكومة جنبا الى جنب المواطن المصري نصب عيوننا على مدار الساعة. دكتور شكرا جزيلا بجد، افدتنا جدا ونورت المواطن. شكرا جزيلا دكتور حسن الجويعي رئيس الاداره المركزيه للمجازر والصحه العامه. الاطاله في هذه المكالمه كانت مفيده جدا ومحموده، اعتقد ان احنا طمنا حضراتكم وكمان قلنا على بعض الارشادات اللي لازم كلنا نهتم بيها ولا نستهين بيها ابدا. وعايزه افكركم تاني بهذا الرقم 19561، وده للتواصل لوجود اي شكوى. خليكم ايجابيين شويه في موضوع الشكاوى ده، وما تستهينوش تقولوا ده انا هقدم الشكوى يعني هيتم استجابه ليها. صدقوني لو اكثر من شكوى لمكان واحد اكيد بيتم الاستجابه. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه عن بدء المرحله الثانيه لمشروع اعاده تنميه وتاهيل 17 وادي بمطروح. تعالوا نشوف الاخبار الحلوه دي بتقول لنا ايه. كشف الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمشروع التنميه الريفيه عن انطلاق المرحله الثانيه لمشروع انشاء وتنميه وديان جديده، وطبعا بالاضافه الى اعاده تاهيل وديان قديمه بمحافظه مطروح، وبتصل الى طبعا 17 واديا، والممتد من فوكة شرقا إلى السلوم غربا، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح. وطبعا في إضافة أخرى لنعيم، أكد أن الهدف الرئيسي للمشروع هو زيادة الإنتاج الزراعي المستدام من خلال زيادة مساحات الأرض المنزرعة وتحسين إنتاجيتها، بالإضافة طبعا إلى الاستفادة من مياه الأمطار بصورة أفضل للأراضي المنزرعة الجديدة والحالية، موضحا أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية المستدامة لسكان المجتمعات المحلية. أتمنى فعلا أن يبقى فيه استفادة جيدة من مياه الأمطار، وخصوصا في محافظة مطروح عندنا ما شاء الله وفرة في مياه الأمطار، بالإضافة إلى أنه 17 وادي ده رقم كبير ورقم مهم جدا أن احنا نأهل هذه الوديان ويتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل. تعالوا نشوف بقى السياحة، ودايما بقول أن فعلا السياحة تمرض ولا تموت، وشفنا قد إيه أن عام 2016 و2017 كانوا بيحفلوا بفكرة زيارة الكثير من المشاهير لمصر. وعلى فكرة مش كل المشاهير، عشان بس الشائعات اللي بتنتشر كتير هي فكرة أنه إحنا بندفع عشان المشاهير يجوا عشان يروجوا لمصر. على فكرة إحنا لو عملنا كده برضو مش عيب، إحنا بنسوق لنفسنا. ثانيا أن مش كل المشاهير اللي جم مصر كانوا جايين ضيوف أو مدفوع لهم زي ما كتير من الناس بتقول. وبيأكد لنا طبعا على الكلام ده وزير السياحة، بيقول لنا أن إحنا تجاوزنا المرحلة الصعبة والسياحة العربية
عادت وبقوة. تعالوا نشوف تأكيد الوزير يحيى راشد وزير السياحة على أنه قطاع السياحة في تقدم مستمر وتجاوز المرحلة الصعبة، كما أن السياحة العربية عادت إلى مصر بقوة. وأكد أيضا وزير السياحة أن قطاع السياحة تقدم بسبب عودة الأمن والاستقرار، وده شيء فعلا كان ملحوظ وكلنا حسينا بيه في الفترة الأخيرة، وأنه بيوجد خلية لإدارة الأزمات التي تواجه القطاع، كما أن هناك برامج لتأهيل العاملين بالسياحة والأثار في غاية الأهمية. وأشار إلى أن شرطة السياحة والأثار تقوم بدور كبير في التصدي للخارجين عن القانون، مضيفا إلى أننا نسعى إلى تطهير منطقة الأهرامات من كافة التجاوزات. معنا طبعا مداخلة من دكتور إيهاب موسى الخبير السياحي. دكتور إيهاب أهلا بيك وصباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير أستاذ إيهاب، أهلا بيك منورنا. كل سنة حضرتك طيب وبألف خير. طيبة بألف سلامة. أستاذ إيهاب طمنا على حالة السياحة، وفعلا الكلام اللي قاله معالي الوزير مبشر جدا بالخير. الحقيقة يعني السياحة لسه ما يعني ما لم تتجاوز المرحلة الصعبة، أو سيادة الوزير شايف إنها تجاوزت المرحلة الصعبة، أنا مش عارف، بس أنا شايف إنه لسه، أو كلنا شايفين إنه لسه ما تجاوزتش المرحلة الصعبة. المرحلة الصعبة يعني إن إحنا نلاقي كلنا كل الناس بتشتغل، تلاقي السياح عربيات السياحة ماشية في كل حتة، في عدد كبير من السائحين. الكلام ده الحقيقة مش دقيق قوي. احنا لسه بنعاني من انخفاض عدد السائحين، بنعاني من انخفاض مستوى السائحين حيث الانفاق. السياحة العربية لسه مش قوية. انا مش عارف الكلام ده، بس يعني هو كلام يمكن يكون مبشر، يمكن يكون متفائل، انا لكن الحقيقة لسه يعني انا مش قادر اقول انه الكلام ده مظبوط، لانه الكلام ده مش حقيقي. حضرتك يعني عندك احصائيات تقول ان الكلام ده مش مظبوط وانه فعلا اعداد السائحين؟ لا انا ما عنديش احصائيات خالص، لكن على ارض الواقع حضرتك لو نزلتي الاماكن السياحيه هتلاقي بدل ما كان في مثلا في كل منطقه زي الهرم دي كان بيبقى فيها 40 50 اتوبيس سياحي، النهارده لا يتجاوزوا لا يتعدوا 2 3. فلا احنا ما عندناش يعني الارقام، ممكن نكون بقى في حركه اكثر من الاول سنه، يعني نسبه الاشغال في القاهره مثلا لو بتتكلم عن الاحصائيات ارتفعت بقت من 20 ل 25%. الشرم والغردقه ارتفعت شويه، بس طبعا عشان في مصريين، في سياحه داخليه. السياحه الداخليه بالظبط، ويمكن معالي الوزير اتكلم على السياحه العربيه. السياحه العربيه لا، السياحه العربيه لسه ما طلعتش ولسه ارقامها مش كويسه، بس هو بيعتمد على ان كان في عندنا الدوره العربيه، يمكن جالنا شويه كتير من فرق وحاجات زي كده رفعوا الرقم شويه احسن، لكن بالزبط. الارقام لسه مش كويسه، لكن جايز يكون بيدي جرعه تفاؤل عشان كلنا نتفائل. انا ما عنديش مشكله، يعني احنا بنتمنى ان السياحه تمشي. النهارده في حاجات كويسه بتتقال، انه سعر الدولار نزل. سعر الدولار بينزل يعني معناها في فعلا دخل من السياحه، لكن احنا لسه ما شفناش الارقام اللي احنا شفناها قبل كده. انا بتكلم طبعا بقارن بسنه 2010، لسه ما شفناش ارقام 2010 خالص. اكيد. طيب يعني النقطة اللي اشار ليها معالي الوزير، بالنسبة لاستقرار الامن والامان، واعتقد ان ده مش محتاج الاحصائيات، احنا حاسين فعلا انه في سيطرة من قبل قوات الامن. 100% الامن تحسن كتير جدا. احنا شايفين انه احنا في مصر حتى في عز الانفلات الامني احنا في مصر اكتر دوله امنه مقارنه باوروبا، مقارنه بالحوالينا. لا احنا حتى واحنا كان عندناش امن، لا احنا احسن من الامن في مصر. كفايه ان احنا نقدر نمشي الساعه 12 و1 بالليل سائح من غير ما يحصل له اي حاجه، وفي منتهى الامن والامان. ده بيحصل في مصر بس طول عمرها. يعني تمام. يعني احنا لا نقارن من ناحيه الامن باي دوله ثانيه، احنا عندنا مستوى الامن عالي جدا. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إيهاب موسى الخبير السياحي، وأتمنى فعلا أنك تكون أكثر تفاؤلا، حتى لو هذا التفاؤل ما كانش موجود على أرض الواقع، ولكن هو التفاؤل اللي هيخلينا نحقق الإنجازات. وجود الأمن والأمان والاستقرار لينا دي أكتر صورة فعلا بتعكس قد إيه إحنا مستقرين جدا، وإن إحنا بلد مستعدة للسياحة في جميع الفئات وجميع انواع السياحه. فبالتالي اعتقد ان ده بيخلينا اكثر تفاؤلا، وفعلا زي ما قلت لك في البدايه او قلت للمشاهدين ان السياحه تمرض ولا تموت.
مشاهدينا دي كانت اخبارنا، طبعا اخبارنا كانت الحمد لله مبشره جدا جدا، واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من الخبر الخاص باللحوم. تعالوا نشوف النهارده فقراتنا ايه. معانا فقرات كتير، فقره هنتكلم فيها على الكيمياء الخضراء. انا شخصيا ما اعرفش الكيمياء الخضراء دي هنوظفها ازاي ونستفيد منها ازاي، فقره هي جديده عليا شخصيا واكيد هستفيد منها، واتمنى ان الاستفاده تصل الى حضراتكم. هنتكلم على الكيمياء الخضراء، وبما ان احنا بنتكلم على السياحه وبما ان احنا مركزين الايام اللي فاتت على السياحه، هنتكلم على طبعا وجود امل في عوده السياحه الى قمتها من جديد، وازاي هنخلي فعلا هذه الامال ليست امال فقط وانما حقيقه. الاعياد لازم نتكلم على العيد بكل الدروس المستفاده منه تحديدا من الناحيه الروحانيه والايمانيه والدينيه، وكمان الناحيه الاجتماعيه والانسانيه والناحية المادية مش هنسى اتكلم فيها. دي هتكون فقراتنا الحوارية. مش هنسى طبعا اني افكر حضراتكم ان حالا هيكون معانا تقرير مفيد عن التوت لكل محبي التوت. تابعوا هذا التقرير بعناية وارجعوا لي مرة تانية عشان اول فقرة حوارية بعد تقرير التوت.